كورونا ما زال بالجهاز التنفسي مصدر في أبو خليفة يكشف حالة رجاء الجداوي. تطورات حالة رجاء الجداوي بعد شهر من إصابتها بكورونا. هالة صدقي تحيي الذكرى 30 يونيو بصورة مع رجاء الجداوي. أعرف التفاصيل. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي. رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدا فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة المصرية. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. هالة صدقي تحيي ذكرى 30 من يونيو بصورة مع رجاء الجداوي. اعرف التفاصيل. يصادف اليوم الذكرى السابعة لثورة 30 من يونيو، حيث نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها مع الفنان رجاء الجداوي من داخل ميدان التحرير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. هالة صدقي تتحدث عن مشهد المايو في فيلم نص أرنب، اعرف آلة ايه. وعلقت هالة صدقي على الصورة قائلة: زي النهاردة كان أهم يوم في حياتنا، الثلاثين من يونيو كنا بنصور وقررنا انه نوقف التصوير وننزل التحرير. ربنا يقومك بالسلامة يا رجاء يا عز واجمل ست في الدنيا، ادعو لها تقوم بالسلامة. جدير بالذكر ان الفنانة هالة صدقي يعرض لها مسلسل ليلى عبر منصة شاهد في اي بي، ويعتبر مسلسل ليلى من تاليف ورشة سرد تحت اشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دنيا نجم ومجدي امين. وتغني تتر الفنان أمال ماهر بأغنية اللي أدرى من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التي تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا. ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد ونردين فرج من إخراج مريم أبو عوف. غائبة عن الوعي مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل، حالة رجاء الجداوي غير مستقرة. أكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة بعد نقلها من جهاز السيباب لضخ الأكسجين إلى جهاز التنفس الصناعي الحنجري الاختراقي، مضيفا أنها في حالة حرجة وغائبة عن الوعي، وحالتها لم تتحسن أو تتدهور مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. وأوضح المصدر أن الأمر تخطى مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي لا تزال تعاني منه إلى التهاب شديد في الرئة، ما دفع الفريق الطبي المعالج إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحا أن قوة الفيروس تمكنت من حدوث تلك المضاعفات ومهاجمة الجهاز المناعي، خاصة مع عامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج. وتواصل الجداوي تلقي العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ نحو شهر، وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين، ونقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الماضي بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم. مستشفى أبو خليفة ينفي شائعات وفاة رجاء الجداوي ويؤكد ما زالت بالعناية المركزة. نفى مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكدا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم غير الجهاز 55%. كما نفى المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يوما. وأكد المصدر الطبي في تصريحات لليوم السابع أن الفنانة رجاء الجداوي لم تجري منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 من مايو الماضي سوى 3 مسحات بي سي آر، كان الأول بعد دخولها ب3 أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا
أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال يومين الماضيين وظهرت نتيجته إيجابية. وتدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير رجاء الجداوي واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منح أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها. وتابع المصدر الطبي أن الفنان رجاء الجداوي ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز السباب إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%. وصاحب دخول الفنان الكبير رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنان الكبيرة داخل العزل الصحي. ادعوا لها. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لمصراوي عن آخر تطورات حالة أمها الصحية. كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمها التي تتواجد بمستشفى أبو خليفة المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالإسماعيلية. وقالت أميرة في تصريحات خاصة لمصراوي: أمي وضعها كما هو ولا تزال حالتها حرجة. وتابعت: أطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء وأن يرفع المولى عز وجل عنها هذا البلاء. وأضافت: أمي لم تجري أي مسحات وما تردد حول إجراء مسحة رابعة، كلام عار تماما من الصحة ولا أساس له، ووضع كورونا لديها لا زال إيجابي. وكان مصدر طبي قد أوضح في وقت سابق أن الجداوي لم تعد قادرة على استنشاق وتنفس الأكسجين بالطريقة العادية، وانخفضت نسبة الأكسجين في الدم إلى 55% فقط. وتم الأحد الماضي استبدال جهاز التنفس المساعد السباب الذي يضخ الهواء عبر الفم والأنف بجهاز التنفس الصناعي اختراقي داخلي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية تعمل على ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين دون المرور على الأنف. كورونا لا يزال يطاردها. مصادر تكشف تفاصيل حالة الفنان رجاء الجداوي. كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل الطبي لمصابي فيروس كورونا بأبو خليفة بالإسماعيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي. وقالت المصادر إن حالة الفنان مستقرة ولم يطرأ عليها أي جديد سواء سلبي أو إيجابي، مضيحة أنها ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي والأكسجين. وأكدت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن كورونا وضرورة توعية الناس به. وأوضحت المصادر أن عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الفنانة أثبتت بقاء الفيروس في السائل المخاطي للأنف، وأرجع ذلك إلى عامل السن حيث تبلغ الفنانة نحو 82 عاما وضعف المناعة لديها. من ناحية أخرى، طلبت الدكتورة ندى عبد المنعم التي خرجت من مستشفى العزل الطبي بأبو خليفة أمس أنها أصيبت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للوقاية خلال مخالطة حالات إصابة في عملها بالتأمين الصحي، ووجهت الطبيبة الشكر لكل أطقم العمل بالمستشفى، وقالت إن الفيديوهات الغاضبة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تعكس حالتها النفسية الصعبة وقت إصابتها، والتي وصفتها بأنها كانت عصبية جدا. وكشفت ندى عن بقايا بالمنزل لمدة 14 يوما قبل أن تعود لعملها مرة أخرى. شريهان تدعو للفنان رجاء الجداوي بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا. حرصت النجمة القديرة شريهان على دعم صديقتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد سوء صحتها بعد محاربتها فيروس كورونا، من خلال رسالة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات تويتر قائلة: ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين، يا مغيث أغثها، يا مغيث أغثها، يا مغيث أغثها. واستكملت الدعاء للفنانة رجاء الجداوي: اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم البسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وكان مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية أكد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تدهورت واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها. وأضاف المصدر الطبي في تصريحات لليوم السابع أن الفنان رجاء الجداوي ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز السيباب إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.
والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. متى ستخرج رجاء جداوي من مستشفى العزل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.